مجلس الشيوخ، بنتكلم على الناس الخبرات، نتكلم لمواطن بيقرر انه ينزل ينتخب. النهارده بنتكلم على صناعه الدواء في مصر، وحضرتك واحد من رجال صناعه الادويه في مصر وعضو مجلس اداره غرفه الصناعات الدوائيه. ايه الافكار اللي احنا كدوله او كمسؤولين في هذا القطاع، وحضرتك واحد من الخبرات في هذا القطاع، نشتغل عليه عشان بلدنا نقدر اقول نكتفي ذاتيا ونكون مصدر لصناعه الادويه في المنطقه، ايه اللي ممكن نعمله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر حضرتك استاذ احمد على الدعوه والاستضافه الكريمه، بمسي على حضرتك ومشاهدينا الكرام. طبعا ده موضوع الحقيقه غايه في الاهميه. يعني مصر بتاريخها العريق في صناعه الدواء من عام 1939 منذ ان انشا طلعت باشا حرب شركة مصر للمصادرات الطبية. حضرتك طبعا عارف انه طبعا دي يعني واحدة من اهم شركات قطاع الاعمال العام الان في مصر. بعد انشاء الحقيقة هذه الشركة توالت بعد كده دخول شركات متعددة زي شركات قطاع الاعمال العام، بعدين الشركات الحقيقة متعددة الجنسيات، وبعدين تلاها على طول زخم شديد جدا جدا من شركات الخاصة او القطاع الخاص اللي الحقيقة دخلت السوق المصري بشكل كبير جدا. الان النهارده عشان اطمن سيادتك، احنا النهارده تقريبا بنتكلم على يعني قرابه 155 مصنع، وتحت الانشاء حوالي كمان قرابه 40 مصنع، يعني اولموست بنتكلم في 195 مصنع في القريب العاجل مصانع ادويه. لما مصر بتكون بتصدر ادويه لحوالي 72 دوله حوالين العالم، ولكن مع الأسف الشديد رقم الصادرات متدني للغاية، بعد ما كنا الحقيقة بنتفوق على الدول المنطقة كلها أصبحنا بنصدر دواء ب 250 مليون دولار تقريبا أو أقل، وده رقم الحقيقة طبعا هزيل جدا في عالم الصادرات. لما نقول قرن دولة شقيقة زي الأردن اللي بتصدر أو تجاوزت 2 مليار دولار في صادراتها، وإحنا عندنا فرص تصديرية عظيمة جدا جدا جدا. عايز اقول لسيادتك احنا بمنتهى البساطه الشديده جدا ومن غير اي تعقيدات قويه ممكن نرفع حجم صادراتنا ل 5 مليار دولار. وده بالتالي ده رقم مش صعب علينا، ولكن في الحقيقه خطه كامله لهذا الموضوع. هذه الخطه طبعا بتكمن في علاقه مع وزاره الصحه السابقه لهيئه الدواء الان الجديده اللي بتقود منظومه الدواء، اللي هي انشات حديثا بقانون 151 وانشأ هيئتين، هيئه الدواء وهيئه الشراء الموحد. ازاي النهارده نقدر نعمل اساليب عمل جديده تساعدنا ان احنا الحقيقه نعمل هذه الصادرات؟ هيحتاج تضافر جهد بين هيئه الدواء، وزاره الصناعه، وزاره الماليه، كل الحقيقه الهيئات دي او الوزارات دي كلها متكاتفه مع بعضها في حل مشاكل عدناها بالظبط وحصرناها في حدود 24 نقطه أو 24 موضوع، كفيلين بحل مشاكل التصدير حل جذري دون أن يكلف الدولة المصرية جنيه واحد. إحنا الحقيقة طبعًا انتهينا من إعداد الاستراتيجي الخاصة أو الدراسة أو الاستراتيجية الخاصة بزيادة صادرات الدواء لدول العالم، وحل جميع المشاكل اللي بتعوق هذه الصناعة وهي صناعة الدواء المهمة واللي ممكن ترفع صادراتنا فعلًا ل 5 مليار دولار، وده رقم الحقيقة مش كبير. ما اذا قورنا بدوله جاره في الناحيه الشرقيه مش عايز اسمها اللي بيوصل صادراتها لاكثر من 15 مليار دولار، وبنشوف مثلا دوله زي الهند، دوله طبعا عميقه في صناعه الدواء، اللي بتوصل تقريبا حجم صادراتها لحوالي 30 الى 35 مليار دولار دواء. وده الحقيقه استاذ احمد يعني بيخلينا يعني شويه يعني في مسحه حزن. لما احنا صادرات مصر كلها مثلا 29 مليار دولار بما فيها صادرات البتروليه، وعندنا قطاع مهم زي قطاع الدواء ممكن يقوم بمهمه في هذا الموضوع. عشان كده الحقيقه تصدينا، وانا بتشرف ان انا وكيل المجلس التصديري ايضا للصناعات الطبيه، وده اللي بيضم ثلاث قطاعات الدواء والتمويل والمستلزمات. حطينا خطه الحقيقه واستراتيجيه قويه جدا لهذا الامر، وجاري عرضها الان على السيده وزيره الصناعه المحترمه، وجاري ايضا عرضها على هيئه الدواء عشان تذليل تلك العقبات التي تحول دون انطلاق صادرات الدواء بشكل جيد. ده ما يتعلق الحقيقه بصادرات الادويه. اهمها ايه دكتور موحد؟ لكن الحقيقه طبعا اهم العقبات ايه يا فندم؟
شوف يا فندم، يعني مثلا عندنا اشكاليه كبيره قوي يا استاذ احمد، حضرتك برضو طبعا اوير بيها، انت ما شاء الله بتناقش كتير موضوعات الدواء في ملفات متعدده مع سيادتك. يعني مثلا ما يسمى بسعر بيع بلد المنشا. سعر بيع بلد المنشا دي مشكله بتقابلنا في دول الخليج تحديدا.